كنت حسام بيحبني ولسه ما نسينيش. ده يظهر عليه عيان بصحيح. الله، انت شفت شكله؟ شفت عينيه مقلوبه ازاي؟ وهو العيان يقفل الباب في وشنا؟ ما بيخطرف، بيخطرف يا بنتي. حسام مالك يا ابني؟ انا جالي تليفون في السرايا بيقولوا لي انك عيان. ايه مالك؟ حاسس بايه؟ كارثه يا عم، مصيبه كبيره. يا ساتر يا رب يا ساتر. باين يا بابي، مش شايف الاحمر اللي في وشه؟ احمر؟ ايوه صحيح، الاحمر اللي في وشك ده. ده الاحمر حسن الزهر. دولة الباشا انها دي الحاسبة نطرت على وشي. يا ساتر يا رب يا ساتر. وما طلبتش دكتور؟ انت طلبت يا فندم. ايوه عندك حق، هو صحيح مطلوب اصله يعني. انا طلبته. ايه بقى اللي انت عامله ده؟ ده جو واحد عيان؟ ايوه صحيح، ده جو واحد عيان؟ ده جو حفلة. ايوه يا فندم، ايوه دولة الباشا حفلة اصل الدكتور، يعني حفلة للدكتور اصله جاي يعالجني. كتر خيره يعني انه جاي يعني. ايوه لا برضه واجب، واجب. ايوه واجب. جاهز يا علي؟ جاهز جدا. طب يلا بينا. يبدو اني وقعت في بيتي مجانين، انا لازم اخرج من هنا. الناس افتحوا الباب. احنا هنختنق. ايه ده؟ ايه الهيصه دي؟ مين اللي عندك جوه؟ لا لا مش جوه يا باشا، انا ده بره. دول الجيران هم اصلهم تملي يعملوا دوشه كده. دي حاجه جايه من هم. طيب يا اخوي، فكرة تقيلة الدم. ذنبهم ايه الناس اللي حواليكم دول؟ مجانين ساكنين جنب مهربين. يا جماعة يلي هنا، يلي هنا، يا أصحاب الفرح الأسود. أنا أتبهدل بالشكل ده. هو يتبهدل بالشكل ده. أغيثونا يا خلي الله، أغيثونا يا خلي الله. افتح يا لوح يلي برا.
الو الو مين؟ ترانك مصر. اهلا وسهلا دولة البات، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا دولة البات. حرمني من صوتك الحنون. ايه؟ ينهار ابوك من اين يا حسام؟ لا يا فندم، ايوه دولة الباشا، تمام يا دولة الباشا، ولد بايظ مظبوط يا فندم، ولد حصان، ايوه يا فندم، ولد هرفوت. لا يا فندم، طب ولا يا فندم ذنبي ايه؟ لا يا فندم، لا يا باشا، يا باشا، يا باشا، يا باشا، الو الو، الحرب نيل راحت الوزارة، البدلة، الجزمة، الطربوش، الوزارة، الوزارة، الجواز قال ده ينفع الجواز ده؟ خلاص انت تعتبر اي علاقة بيني وبينك منتهية يا باشا. لا فيش معارضة، ما فيش صداقة، ما فيش وزارة. يا خبر اسود، لا الا اللي يعمل معروف يا باشا، الواعي يتصلح، انا جايبه بنفسي عشان يعتذر لشاهيناز هانم. انا اهو ده اللي ناقص، عايز ياخدني عشان يكمل بيا شلة البنات الوحشين بتوه؟ مش ممكن، امبوسيبل. معلش حقك عليا انا يا شنشن، وادي راسك حبوسي. ابعد عني، انا اخد واحد بايظ زيك. خلاص انا بعمل اللي عليا، هات راسك انت يا باشا ابوسها. انت يا ولد حوش ابنك. يا باشا انا اقدم كل اعتذاري، انت عارف ان حسام لسه شاب وتقول لها شقاوة شباب، بكرة لما يتجوز يحقل ويركز. يبقى قابلني. ارجوك يا باشا تسامحه، خلي المسألة دي علي، انا هعمل فيه اللي ما يعمل. شايف يا باشا اهو مصطلحهم، ما شاء الله ما شاء الله، زي القطايط هما الاثنين، والنبي يا باشا ما تحرمهمش من بعض. ولد ايوه تعايا ولد، بوص راس سعاده الباشا كمان مره. لا لا لازم يبوص راسك، انا قلت لا ضروري يا باشا. لا 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 بوص يا ولد. حاضر يا ولد. قلنا لا بوص يا ولد. بوص بوص يا ولد. برافو يا ولد. خلاص بقى يا شنج، احنا مش اصطلحنا خلاص، اتحكي بقى. مش هضحك الا لما توعدني انك مش هتعمل كده تاني. وحياة راس باباكي مش هعمل كده تاني، اتحكي بقى. كمان شوية. طب هاتي بص. تعرف ان خطيبتك حلوة قوي ولايقالك تمام؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت مين دي يا سام؟ وانت ايش حشرك؟ قولي مين السفلة المجرمة دي؟ ايه الأدب ده كله؟ اخرسي! انت قلت ايه؟ قلت كش مالك. ازاي تقول كده؟ الله انت ما عندك سكه يا سهام ابدا. يا دولة الباشا دي اصول اللعبه. يا سيدي بلاش اللعبه اللي هتودينا في داهيه دي. اعوذ بالله. بلاش يا دولة الباشا، اللي تشوفه دولتك. انا اشوف انك ما تنفعش وزير ولا حتى عفير. بابي بابي الحقني يا بابي.
الله الله الله، ايه ده؟ انتوا اتجوزتم؟ تصور يا بابي، ضربوني. ضربوكي مين؟ السافل والسافلة صاحبته. يا بابي كنت حموت يا بابي. سمعت؟ شفت؟ انت راجل هالفوت، انت ولد هالفوت. انا هربيكم، انا هترباها على دماغكم. يا باشا اخلص علي، اللي انا مجرم. انا ما اسمحلكش تكلم والدي بالطريقه دي. اخلص يا ولد يا دوله الباشا. انت لسه واقف؟ شاي ناس، هات المسدس من فوق. ايوه اطلعها دي من فوق، اطلعها دي علشان افضيك كرشك. علشان اخلصك نفوخش. ايه ده يا حيوان؟ انت الحيوان وستين حيوان كمان، انت هتفضل تتحكم فينا لغايه امتى؟ اهي بنتك عندك، اهي خدها اتلفح بيها. يلا بينا بابا. يا باشا بس امشي برا. يلا خد ابنك واطلع من هنا، ما فيش صداقة، ما فيش وزارة. يا ولد ارجوك يا باشا بس امشي، امشي جرب من قدامي. طيب يا باشا عيش استنى مش كده. والله العظيم ثلاثة، كلنا فرحنا لك بفسخ الخطوبة. عقبال الحبايب. عقبال ما اشوفكم كلكم كده وانتم متهنيين بالعزوبية. يا رب دمها علينا عزوبية. ايوه كده. قول ورايا، نار العزوبية ولا جنة الزواج؟ 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 ما تشوف التانية هتخلص منها امتى؟ تانية مين؟ نجوى. نجوى صادق؟ طبعا، هو في غيرها؟ ياخ، وانت معلق مع دي كمان؟ ابدا والله ما في بيني وبينها اي حاجة. امال كانت جايبة المأذون وجاية لك ليه؟ ايوه صحيح، مظبوط. اتكلم يا استاذ جاو، خايف تقول لنا ليه؟ اسمع بقى اخ، احنا مش معاك في السراء والضراء ولا ايه؟ استنى استنى استنى، انت فكرتني صحيح، ايه اللي خلى نجوى يومها تعمل كده؟ ايوه قال يعني مش عارف. خش بينا خش. مش هقول لك كده الجواز بحقه حقيقي. وانت اصلا مختفى منك. يا ما يا منصور شربات. ايوه الشربات يا